أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم في الجزائر رئاسة وحكومة وشعبا. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. اذا 74 سنه تمر على تقسيم فلسطين و44 سنه من التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، الى اين وصل مسار القضيه الفلسطينيه اليوم دكتور؟ نعم، بعد مرور 74 عاما على قرار التقسيم و44 عاما على قرار الجمعيه العامه للامم المتحده بالتضامن مع شعبنا الفلسطيني، نحن نشعر أن المجموعة الدولية ولم تقم بمهامها تجاه إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها باحترام القانون والشرعية الدولية. دولة الاحتلال ماضية بارتكاب جرائمها وقمعها بحق شعبنا الفلسطيني وتنفيذ سياسة الأمر الواقع، سواء فيما يحدث في مدينة القدس من تكثيف الاستيطان والتطهير العرقي وهدم المنازل والاعتداءات بحق المسجد الأقصى غير المسبوقة، في الإضافة إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة في كل مساحة فلسطين التاريخية. ولذلك نحن نقول أن هناك اعتماد لمعايير مزدوجة من قبل المؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة أو المجلس الأمن الدولي، وهناك قوى استعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية توفر الحماية الدولية لدولة الاحتلال في المؤسسات الدولية من أي عقوبات قد تتخذ بحقها. نعم، إذن دكتور، هل ترى أن الاحتلال نجح في فرض سياسة الأمر الواقع وإفراغ كل الاتفاقات من محتواها، وماذا أيضا عن استراتيجية الاستيطان والتهويد المستمرة؟ نعم، هذا الاحتلال بدعم ومباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاستعمارية الغربية، بالإضافة إلى حلف إبراهام التطبيعي العربي الذي يهرول نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، وفي مقدمة تلك الدول الإمارات العربية ودولة المغرب التي لأول مرة في تاريخ الأمة العربية تعقد اتفاقيات دفاع مشترك مع دولة محتلة، ويجري إقامة صلوات تلمودية وتوراتية بحضور وزير جيش الاحتلال على أرواح جنود الاحتلال الذين يقولون أنهم قتلوا على أيدي شعبنا. ولذلك نحن نقول بأن هذا الاحتلال بالدعم المباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاستعمارية وحلف إبراهام التطبيعي وماضي في ارتكاب جرائمه وتطبيق سياسات عنصرية بحق شعبنا الفلسطيني والعمل نعم على دكتور تهويد الأرض سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية. إذن دكتور نعم، إذن كيف ترى الصمت الأمريكي من قيادة الديمقراطية أو مع قيادة الديمقراطية تجاه ملف المفاوضات؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية واضح أن حكومة بنت قالت بشكل واضح أنها لا تريد أي مفاوضات ولا تريد إقامة دولة فلسطينية ولا تريد أن يكون هناك بمعنى مفاوضات سياسية. هي تريد أن تفرض على شعبنا مشروع اقتصادي نادى به رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، هو تأبيد وشرعنة الاحتلال مقابل تحسين شروط وظروف حياة شعبنا تحت الاحتلال. الإدارة الأمريكية معنية بإدارة الصراع وليس بحل هذا الصراع، وهي لا تعتبر بأن هذا الصراع أولوية للإدارة الأمريكية في ظل وجود ملفات أخرى للولايات المتحدة الأمريكية كالملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى الخلافات مع الصين ودولة روسيا. ولذلك نحن نعتقد أن الإدارة الأمريكية عمليا ليست فقط داعمة لدولة الاحتلال بل شريك في ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني ورفض تطبيق قرارات الشرعية والقانون الدولي. ولولا الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاستعمارية والتي بدلا مثل بريطانيا أن تعترف بحق شعبنا بإقامة دولته والاعتذار عن ما لحق به من ظلم تاريخي، نرى أنها تصنف حركات مقاومة فلسطينية على قائمة ما يسمى بالإرهاب. نعم دكتور، الدكتور راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا.